إذن الصحفي الاستقصائي الأشهر في اليمن محمد العبسي مات مسموما، هل ما زالت هناك أي احتمالية للتشكيك في نتائج التحقيقات التي تم التوصل إليها؟ مبدئيا هي ليست تحقيقات بالمعنى الفني، نحن قمنا بإثبات كيفية الوفاة. الآن على الجهات المسؤولة، الجهات الرسمية، يفترض تحقيق كيف انتهى بمحمد العبسي ومتوفيا بهذا الأمر. الآن ماذا قامت لجنة التحقيق؟ لأن لجنة التحقيق أثبتت، نقلت اللغط، نقلت الحق الأمر والجدل للشيء الذي ثار بخصوص محمد العبسي، كون الوفاة طبيعية أو غير طبيعية، إلى إثبات أنه وفاته لم تكن طبيعية عبر نقل عينات من جسده إلى مختبرات الأدلة الجنائية في المملكة الأردنية الهاشمية عمان، والتي أثبتت أن الوفاة لم تكن بكيفية طبيعية ونتجت عن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون. الآن يجب معرفة كيف تم ذلك وكيف انتهى محمد العبسي متوفيا بهذا الأمر. عن أي جهات رسمية تتحدث يا ماجد؟ مطلوب منها القيام بهذا التحقيق الشفاف، وهل تعتقد أن الظروف مؤاتية ومهيئة لتحقيق شفاف؟ معروف محمد العبسي كان من أشهر من يقارع الفساد، وربما هناك الكثير من يشتبه بأن لوفاته شبهة ربما سياسية والملفات التي كانت تحت يده. لسنا جهة تقوم بالتحقيقات، لكن نحن نطالب من هو صاحب السلطة الرسمية، لا ندري، يعني ندرك أنه في صنعاء سلطات الأمر الواقع، سلطات الحوثيين وصالح، هي جهة شبه متهمة في هذه القضية. لا توجد جهة قائمة أو تستطيع تولي التحقيقات بشكل يشعر كافة الأطراف بالاطمئنان، لكن في الأخير هناك مسؤولية عامة تقتضي بأن يتم بحث كيف تم الوفاة، لا تقرير الاتهامات وإرسالها فقط. هناك مسؤولية أخلاقية تجاه، مسؤولية قانونية، مسؤولية تجاه أسرة الفقيد. من يتولى ذلك لا نعلم، صدقا لا نعلم، ومحتارين ونشعر بالخشية والقلق. قمنا بما نستطيع والباقي نضعه أمام مسؤولياته، أمام الرأي العام. أي من الأبواب ستذهبون إليها وستطرقوها لمتابعة القضية الآن؟ ما الأقرب؟ الموضوع هو ما زال قيد التداول لدى الفريق. ما هي الخطوة التالية؟ قمنا الآن فقط بالإعلان عن النتيجة التي تأكدنا منها والتي وصلت نتائجها من مختبرات الأدلة الجنائية كما أسلفنا، والآن سنفكر. الآن نحن قمنا بإعلان الوقائع، يفترض أنه يتم تدشين مسار تحقيق قانوني نزيه في هذا الأمر. من سيقوم بذلك؟ هل هي النيابة العامة في صنعاء؟ هل هي السلطات الشرعية في عدن؟ كيف ذلك؟ آلية ذلك؟ فعلا هي مسار حيرة في ظل الانقسام في النظام القانوني اليمني، في ظل الانقسام في المؤسسات الدولة، وفي ظل سيطرة أطراف سياسية على كل مسار المعادلة. فهذا يلقي بالشك دائما على أي مسار تحقيق. في حال ولذلك طيب، الأمر يبدو أنه سيأخذ وقتا أطول تعقيدا أكثر مما يحتمل. إذن تعقيد حاصل ووارد في ظل تنازع وتقاسم السلطات ما بين صنعاء وعدن، في حين مثلا سؤال افتراضي، إذا ما تم التواصل من عدن والمطالبة وتم هناك تحرك من قبل النيابة العامة، كيف سيكون التصرف؟ ما موقفكم أنتم في فريق المتابعة لهذه القضية؟ لكل حدث حديث عزيزي، حين يحدث هذا الأمر سنفكر في الأمر. هو مبدئيا يعني نحن تعاملنا مع الإطار القانوني المتوفر في إطار بدء الإجراءات، لكن دون ذلك يعني حتى بدء مسار تحقيقات قانونية ينظر الفريق فيها حين حدوثها. طيب، العديد من المنظمات الصحفية اهتمت بالقضية كون محمد العبسي ليس بالصحفي العادي، هو الصحفي الاستقصائي الأشهر في اليمن. الاتحاد الدولي للصحافة وغيرها من المنظمات الصحفية، هل يمكن أن تتدخل في القضية والدفع بها إلى خطوة إلى الأمام للكشف عن ملابسات وغموض هذه القضية؟ هل نتوقع خطوة كهذه من قبل هذه المنظمات؟ يفترض تحديدا بكون محمد هو الاشتباه الأساسي بأن وفاته تمت نتيجة عمله الصحفي، يفترض أنه يكون موضوع على أجندة مسار الاهتمام المنظمات الصحفية الدولية. ومنذ البداية أصدرت أكثر من جهة صحفية دولية على رأس الاتحاد الدولي للصحفيين اللي هو الإطار المهني الأوسع للصحفيين في العالم بيانات، وأعلن اهتمامه ومتابعته في القضية. كيف سيرتب هذا؟ كيف سينعكس هذا على مسار القضية الآن؟ وهل سيكون هناك اهتمام ومتابعة؟ هذه مسؤولية يعني جزء منها جزء على الفريق الذي أحد مكوناته الأساسية هو نقابة الصحفيين التي هي عضو في إطار الاتحاد الدولي للصحفيين، ويفترض أنها تتابع هذا المسار بحيث يخلق ضغط
دولي، ضغط مهني صحفي دولي في اتجاه هذه القضية.